جيو كوب. طبعا مرحبا الشباب، معاكم فيديو جديد اليومي. طبعا اليوم موضوعنا عن طائر الكوكتيل. طبعا مثل ما وعدنا قبل فترة انه راح نجيب طائر ببغاء ونربيه، ما مشي حاله ندبر الطائر ببغاء بالسويد بحجم صغير، لانه اشي ممنوع بالسويد. يعني ممنوع واحد يبيع فرخ ببغاء قبل ما يكون هو معتمد على حاله، يعني ياكل لحاله ويخلص حاله بالقفص. فغضبنا ندبر هذا الفرخ من عند شخص كان الأب والأم عم يضربوا هذا الفرخ لدرجة أنه ما تركوا ريش بجسمه. طبعا الأب مش الأم، يعني كلنا نعرف أنه في كتير حالات تصير مع طيور الببغاء والطيور الحب أنه بيقتلوا أولادهم طبعا مشان يحطوا بيض كمان مرة. جبنا فرخ الكوكتيل هذا، طبعا كان حجمه كويس يعني، ونفس الوقت كان شوي كبر على وقته، بس علمناه بأسلوبنا وبطريقتنا مثل ما ربينا ميسي. طبعا ميسي كوم، تعال ميسي كوم، ميسي كوم زل. طبعا ميسي كمان ربيناه بنفس الطريقة، هذا الطير الحب يعني تنقول مثل ما نسميه احنا عنا عاشق ومعشوق يعني. فزبطناه بطريقتنا وبتطعيمنا. طبعا انا احب اطعم الطير دائما بالتم، يعني من هو صغير اجيبه بحاول اطعميه، وبعد فترة 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 لبين ما يتعلم ياكل من التم لحاله. راح افاجيك الطريقة. طبعا كم جيو كم جيو كم كم جيو هبا هبا كم. طبعا طريقتي هو انه احط الاكل بتمي، امضغه، اظبطه يعني افتحته كويس، وبعدين ارجع طول الطير. طبعا من هو صغير بيكون اول كم يوم كثير كثير صعب انه تتعودوا على تمك ياكل او تطعميه باي شيء ثاني كان، لانه هو جاي عند ابوه وامه متعلم على غير طريقه في الاكل. جيو طلع. فبيكون كثير صعب اول يومين ثلاثه، بعدين بس يتعلم، بعد يومين ثلاثه تعلمه بيصير كثير الشغله السهله، ولما تطعميه بتمك بيكون كثير شيء كويس لانه يعني ليتعلم عليك. بيصير يتعود عليك بطريقه كثير كويسه، يعني مثل ما هلا معلمين هذا الطير اللي عندنا. طبعا كنا نتمنى نجيب فرخ ببغاء نظامي، بس ما مشي حال، يعني مثل ما قلنا انه الشغله ممنوعه بالسويد، واحد ياخذ فرخ صغير من عند ابوه وامه بدون ما يكون معتمد على حاله. جيو تعال، بده اكل طبعا. طبعا هذا صار ياكل لحاله هلا، يعني ما في داعي اطعميه حتى، بس دائما بده الاكل جاهز. طبعا بهاي الطريقة أنا أعلم دائما العصافير اللي عندي، وهي طبعا أحلى طريقة إذا واحد يجربها. طبعا مو شيء وسخ يعني، أو واحد ينفرط ما ينفرط، شغلة كثير عادية بالنسبة لي يعني. وأفضل طريقة بالنسبة لي كمان، أرجع أقولها. طبعا إن شاء الله أشوفكم فيديو جديد يا شباب، وأتمنى كل واحد يفوت عندي على الفيديوهات. طبعا إذا عجبوك الفيديوهات اعمل اشتراك بالقناة لنشوف فيديوهات أكثر وأحسن. مثل ما وعدناكم طبعا، وشكرا، سلامات.